أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب في تصريحات للتلفزيون المصري، أكد أنه مضى أكثر من 46 عاما على قانون الأحزاب، مشيرا إلى أنه تم مناقشة تفعيل دور الأحزاب السياسية على أرض الواقع. نناقش أكثر من قضية، القضية الأولى هي عملية تفعيل دور الأحزاب السياسية على أرض الواقع. هل هي مشكلتها مشكلة موارد؟ فلا بد ان يعاد النظر في تمويل او مساعده الدوله لدعم الاحزاب، لان في طبعا عليها نفقات كبيره، واحنا مش عايزين يبقى الاحزاب خاسره على رجال الاعمال والاخر، ولكن لكل اطياف المجتمع المصري. الامر الثاني بنتكلم على الحوكمه. طبعا الاحزاب السياسيه فيها حوكمه عن طريق جهاز المركزي للمحاسبات. عايزين نعدد انشطه الاحزاب السياسيه، عايزين نعيد الاحزاب السياسيه لكل نشاطها السياسي هو المقدمه وليس النشاط الخدمي، لان النشاط الخدمي دايما تبقى الجامعات الاهليه. ايضا بناكد على يعني اهميه استمرار لجنه شؤون الاحزاب وان تكون لجنه قضائيه كما هي، بس نقويها، نزود عددها، نزود امكانياتها حتى تستطيع ان تقوم بهذا العمل المهم. احنا طبعا النهارده قضيه الدمج بنقول والله في العالم كله دايما بيبقى دايما احزاب يمين، احزاب يسار، احزاب وسط. احنا بنقول لا، ممكن احزاب يمين، احزاب وسط، احزاب يسار، احزاب يمين الوسط، احزاب يسار الوسط.